فريق أوروبي آخر أبلى البلاء الحسن في هذه البطولة في الشرق الآسيوي الأقصى، إنه منتخب بلجيكا الذي تمكن في مشاركته السادسة من نهائيات كأس العالم من تخطي مرحلة المجموعات. في فترة الراحة كان لابد من بعض الترويح والجولات السياحية، وكانت الجماهير أيضا تتابع الفريق لالتقاط الصور التذكارية مع لاعبيه الذين أبهرتهم الطبيعة الساحرة. لكن الخصم في مدينة كوبي اليابانية كان سيكون منتخب البرازيل في مواجهة الدور الثاني التي راقبها الإنجليز، لأنهم كانوا بانتظار الفائز من هذه المواجهة. بدأت المباراة قوية من جانب الفريق البلجيكي الذي هدد المرمى البرازيلي، وجعل المدرب سكولاري يطالب لاعبيه بالثبات في مواقعهم الدفاعية وبالتحرك الهجومي بالنحو المطلوب. ربما عندما يصل الأمر للهجوم فإن البرازيليين ليسوا في حاجة للتوجيه، خصوصا مع وجود ريفالدو ورونالدينيو ورونالدو مرة واحدة. لذلك كان الحوار بين الفريقين مختلفا. لقد سجل فيلموتس هدفا لمصلحة الفريق البلجيكي برأسه، ولكن الحكم المساعد اعتبر أن الهدف جاء من حركة خاطئة. لقد أحبط البلجيكيون لأول مرة، وعاد ريفالدو يهاجم، وعادت البرازيل تبحث، وعاد رونالدو يشدد الضغط على المرمى البلجيكي ولكن بلا طائل. لقد بدأ أن بلجيكا منافس أصعب مما توقع البرازيليون وأنصارهم. واستمرت المحاولات الهجومية المتبادلة، وظلت شباك الفريقين نظيفة، وعاد البرازيليون يبحثون عن دورهم في القيام بالهجوم اعتمادا على رونالدو، وكان المدربان يوجهان لاعبهما. ها هو رونالدينيو يلعب الكرة، وها هو ريفالدو يستلمها، وها هو يحرز الهدف الأول للمنتخب البرازيلي. هذا الهدف فتح شهية البرازيليين لكي يأتي دور رونالدو ويحرز الهدف الثاني. هنا تأكد البرازيليون وجمهورهم أن مقعدهم في الدور ربع النهائي قد تم حجزه بالفعل.